هذا وانطلقت في وقت سابق من نهار اليوم احتفالية تتويج الملك تشارلز الثالث على عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. نعم، وقد بدأت مراسم التتويج الرسمية عند وصول الملك تشارلز وزوجته كاميلا إلى كنيسة وستمنستر في عربة اليوبيل الماسي قادمين من قصر باكنغهام. كما أدى الملك اليمين بأن يحكم بالعدل وأن يرعى كنيسة إنجلترا، قبل أن يقوم رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي بوضع الزيت المقدس على يديه ورأسه وصدره، ليضع رئيس الأساقفة بعدها تاج القديس إدوارد على رأس الملك تشارلز. بعد ذلك قدم ولي عهد المملكة المتحدة ووريث العرش الأمير ويليام التحية لوالده الملك متعهدا بالولاء له، ثم دعا رئيس الأساقفة جميع الحاضرين في الكنيسة وفي جميع أنحاء البلاد لقسم الولاء للملك تشارلز الثالث ملك للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. I, Charles, do solemnly and sincerely. أنا تشارلز أتعهد بكل صدق وأمانة أمام الرب، أتعهد وأقر بأن أكون وفيا للكنيسة البروتستانتية، وأنا بنية صادقة سأطبق تعاليم الكنيسة على أفضل وجه في ممارسة مهامي على العرش وفقا للقانون.